احنا بنحلم برئيس مدني. عمر الشعب المصري ما خون قوات مسلحة ابدا. احنا عايزين ناس مننا تعبانه زينا تطلع تلبي مطالبنا. انا بطلب حريه وعداله اجتماعيه. فلاحين طول النهار تعبانين هنا في الارض وشايلين مش من رقنا، ونروح البيت هناك ما لقاش مروحه ولا قرف والناموس ياكلنا وتعبانين وميه ما لقاش ميه طول النهار داخلين في الارض وفي الملأ، ونروح عشان حتى نرتاح شويه في البيت ما نعرفش نرتاحوا. انا واحد من الناس كنت مستاجر فدان بار مني 3 أشهر بسبب الميه. انا من واحد اسمه سامي عبد الغفار محمد مركز العيات بلد الدنويه. النهارده اكل عيشي هي الفلاحه، والنهارده انا واخد فدانين ايجار، كنت الاول واخدهم ب 100 جنيه اداني الوقت اخد ب 250 جنيه، جم السنه دي قالوا اول 10 تاخدها ب 300 جنيه. طب ادوني الكيماوي يا جدعان، قال لك لا مالكش دعوه بالكيماوي ولا كده لا تطلع. صاحب الارض هددني قال له رحت جبت الكيماوي وانا هطيحك. طب هطيحني اروح فين؟ انا ماليش شغلانه، الناس كلها متوظفه، الفلاح اللي تعبان، انت لو تقايصي الدخل للفلاح هيبقى له مؤاخذه في ده الكلمه احقر دخل على مستوى الدوله. رغيف العيش بنقف على الطابونه في ناس بتضرب بمطاوي، والله ده في النهار حصل عركه كان يحصل فيها قتل بسبب رغيف العيش. والناس طول النهار داخلين على الميه وعلى الدوخه وننشف رقنا. عايزين نجيب وقت على وقتنا للارض. مش فاضيين، لا ده احنا عايزين نعمل يومنا ال 12 ساعه عايزين نعمله 30 ساعه عشان نقدر نشتغل في الارض ونصرف على، احنا عايزين نصرف على عيالنا، مظاهرات ايه اللي هنشارك فيها؟ مش مهم تهتموا بالكرسي ولا تهتموا بالحال، لا اهتموا شوفوا الناس اللي تعبانه ايه يا اخوان الاول عشان نقول مصباح او نقول السيسي. لا ده الحكم العسكري هو افضل حكم لينا في مصر دلوقتي، على الاقل في المرحله اللي احنا فيها حاليا اللي فيها كل الطوائف وكل حس بانفلات امني، مش موضوع حريه، ده احنا استعملنا الحريه غلط. كوقت حالي اللي له اللي ملوش وبلطج في قلب البلد، وهم معاهم آلي بيجوا على البيوت، اللي يصوت واللي يعمل لو لقوا لمه يطلعوا يجروا ويفروا منه ويطلعوا يجروا، ما لقوش لمه يجوا علينا بالآلي ويثبتونا وياخدوا بيننا في وسط بيوتنا. تعبانين، ولو اقول من هنا لحد السنه الجايه تعبانين مش عايز ناس تحس بيها، مش عارف اقول ايه احكي ايه، تعبانين صراحه ربنا. انا النهارده طالعين بطاطس ايه في جنيه وربع، بينزل في السوق ده ب 2 جنيه ونص والدعبه، فدي المشكله ان احنا بيقولوا ده الفلاح بيبيع، لا ده اتعب واحد الفلاح. اي حكم مدني ما ينفعش في مصر. انا عايز اعرف مسير الفلاح احنا مصرنا ايه؟ السيسي مدرك للشعب. انا قدام له فدان بطاطس.